ايه اللي حصل في جمصة؟ قعدت اقول مش هقول بجد انا ما اعرفش ايه اللي حصل في جمصة. مش معقوله والله، اكيد عملتوا سر في وسط بعضيكوا كده وطلعتوا روحنا بيه. انا بجد ببقى بسال في حاجات بجد والناس مهمه جدا والله بستغرب ايه اللي حصل في جمصة. والله لا، ممكن اسالك سؤال، طب ايه اللي بجد في موقف ما يستدعيش ان انا اجاوب حاجه زي كده دلوقتي، انا في مشكله مثلا او حاجه. فانا ما اعرفش والله ايه اللي حصل في جمصة بجد. ايه اللي حصل في الموقف ده؟ ناس يعني ببقى مثلا تعبانه، يعني ممكن ابقى بكلم حد عشان تعبانه، دكتور او شخص يعني ذو مركز معين شيك جدا واكيد مش هنا، الاقيه ما جاوبنيش على اللي انا فيه اللي هو ممكن تبقى مشكله وبيسالني وبجد ممكن تقولي لي بس ايه اللي حصل في جمصة. فبقى ايه يا لهوي. فاحنا هنا بقى بس انا ما اعرفش. انا النهارده اريح شيرين بيت كل حاجه، مفيش وقت خالص للي حضرتك بتقوله ده، جدول حضرتك مقفول جدا وكفايه قوي اللي حصل في جمصه. جمصه؟ هو ايه اللي حصل في جمصه؟ اي حاجه تعوزها في التاريخ انا عنايه لك احكيها لك. ماشي، بس بقول لك ايه، وغلاوه وداد عندك، ما تخليني احكي لك موضوع جمصه عشان ده موضوع خانقني ومش عارف دماغك كانت فين ساعتها. ولا نسيت اللي حصل في صيف 2020؟ ايه اللي عملته في صيف 2020؟ هو انا عمرو دياب؟ عمرو دياب كده هتضطرني اقول على موضوع اللي حصل في جمصة برضو؟ مش هطلع بره.